السلام عليكم البنات، كما وعدتكم غادي نوريكم كيفاش غادي نصاوبوا ديك البوفه ديال الكرتونه ديال البيض. اول حاجه غادي نحتاجوها هي الكرتونه ديال البيض، كميه كبيره يعني ضروري تجمعوهم، وخاصنا كرتون عادي، ونحتاجو لواط ديال الرولو، وكذلك غادي نحتاجو شي توب او كوير، ونحتاجو سكوتش غير ديال لومبالاج باش نبالي مزيان داكشي، وغادي نحتاجو مقص وطبعا الخياطه بالنسبه لهذا الجزء ديال الكوير. اول حاجه غادي نديرها وهي انني غادي نضغط على هذا الكرتون، غادي نطلع فوق منه ونضغط عليه برجليا باش يعني تضغط مزيان ويولي مضغوط، لان مع الكلاص غادي يولي يبقى يعطي العوجيه. دابا غادي نطلع فوق منه بهذه الطريقه. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نباليها. غادي ندوز دابا باش نفصل الكرتون، عوض ما غادي ندير البونج هاد المره غادي ندير يعني غير الكرتون ولاوط، ويعني لي في غادي يعطيني نفس لي في ديال لي بالبونج. غادي ندوز باش نفصل على قياس ها الكرتون. ومن بعد غادي ندوز باش نقطع طرف الكرتون على الدوره اللي عندي الفوق اللي عندي من التحت باش نسدهم، عاد ندور عليه السكوتش من جديد. دابا غادي ندوز باش ندير ديال الاسفل، وديال الاسفل خصهم يكونوا يعني مدوبلين او متريبليين. علاش؟ باش كيشدوا مزيان ويشد فيهم الجرافوز مزيان، بما ان ما عنديش الكونتر بلاكي. نورمالمون الكونتر بلاكي خصو يكون من التحت باش يشد فيه الجرافوز، ولكن معليش حتى الكرتون ديجا خدمت به وراهم باقيين خدامين لحد الان دوك البوفات اللي صاوبت به. من بعد هاد الكرتونات هادو بجوج غادي نجمعهم بالسكوتش. كما كتشوفوا من بعد ما ساليت التغليف ديال الكرتون، تعمل غير لي شوت اللي بقاو ليا ديال لاواط. لاواط غادي نوضعو بهذا الشكل هذا. غادي ندوز باش نثبتهم غير بالسكوتش. انا ما بغيتش نستعمل هذه المره يعني الكولا ديال الصبابط، علاش؟ لان اغلبيتكم ما غاديش تعرفوا تستخدموها، او انكم غادي تعكزوا على هذه الخدمه على حساب هذيك الكولا. داكشي علاش غنديروا غير السكوتش، يعني نديروا باشياء بسيطه. بالنسبه لهذاك الفوق غادي نديرو مدوبل، علاش؟ باش يعني باش في الجلسه يكون مريح، يعني نحاول ندوبلو على جوج او على ثلاثه باش يجي الجلسه فيه مريحه.
بالنسبه لكيفاش غادي نغلفها بالكوير، انا اختاريت كما قلت لكم هذاك اللي حيدته من الصالون. دابا غادي ندوز وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نفصل الجزء يعني ديال الجنب. بالنسبه لهذا الكحل غادي يكفيني لانه وافي على الاخر، وغادي ندوز ان شاء الله باش نقطعو ونوريكم الطريقه. خديت القياس ديال الدوره ديالها هكا هذا الشكل هذا، ووفيت شي شويه طبعا لان انا غادي نقطع طوفه غير باش نعرف القياس بالضبط. عاد غادي ندوز دابا نفصلو، يعني غادي ناخذ القياس ديال واحد الجهه يعني هنا وهنا. شحال عندي؟ هنايا بالنسبة أنا كنحاول نعبر على هذا الكارتون يعني باش غيجي لي مزيان. هنا عندي 33 33 على 43، لكن معليش ندير 43، غادي ندير أكثر. علاش؟ باش نفينيه من هنايا. دابا غادي ندوز باش نقطع هاد الطرف كما قلت لكم 33، هنا غادي نخليه على العرض ديالو حتى من بعد عاد غادي نقصو. دابا غادي ندوز باش نخيطهم، يعني هاد الاجزاء كاملين غادي نخيط هادوك من يعني الجناب هما الاولين كنلاقيهم كاملين، من بعد غادي ندير الكارو الفوقاني. من بعد ما خيطتو كما كتشوفوا يعني من الجناب كاملين، غادي نحاول ندوز دابا باش نخيط. كنحل هاد الداخل هذا وغادي نخيط من هنا ومن هنا باش يعطيني يعني فينيسيون مزيانه، باش كنضمن ان هاد الخياطه هادي تجيني مقاده نيشان. كنعتمد على هاد الصباط كما كتشوفوا، هذا الراس ديالو خصو يجيني، هذه الحاشيه ديالو خصها تجي مع هذا الجنب هذا ديال هذه الخياطه، وبهكا كيعطيني جوج خياطات مقادين نيشان. كما كتشوفوا من بعد ما ساليت كيجي بهكا، يعني كيجي متقون، يعني الخياطه كتجي مزيانه. غادي ندوز دابا باش نخيط هذا مع هذه الاجزاء الاخرين. غادي نمشي وانا كنخيط هذا الطرف هذا من هنا، ندورو من هنا، ندورو من هنا هكا، كيولي عندي مكعب مسدود من الفوق. ونفس الطريقه غادي ندير له يعني هذه الخياطه هذه حتى هو من الجناب الفوقانيين. من بعد ما خيطته كما كتشوفوا كيجي هكا، يعني غادي نقلب ونقيس عاد غادي نفيني. طلع غادي يجي مزيان. دابا خصني ندوز باش نخيط هذاك الجنب، يعني هذا الجنب هذا من هنا. غادي نكمل الخياطه ديالو هكا، نكملو وندير نفس الطريقه اللي درت هنا. من بعد حتى هنايا خصني ندير نفس الطريقه، يعني كنتني كما العاده كنتني هذا هكا من هنا ومن هنا، وغادي نخيط جوج خياطات من الفوق هكا كما كتشوفوا. من بعد ما ساليت الخياطه وجابيان فيني، دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نركبو في البلاصه ديالو. بعد غادي ندوز دابا باش نفينيه من التحت بلا كرافوس.
كما كتشوفوا الطريقه اللي درت باش يجيني لتحت بيان فيني، ما عطانيش داك التكماش. فاش لصقت هذا وهكا قطعت بالمقص باش هذا يجيني هنايا فيني مزيان. كما كتشوفوا كتجي البوفه مزيانه وبيان فيني وصحيحه، يعني واخا نطلعوا فوق منها كتبقى شاده راسها، ماشي بحال فاش كنخليو الكارطون ما مضغوطش مع بعضياته. مع قوه الكلاس كيولي يعطينا واحد التكامش هنايا ديال الكوير. نتمنى نكون عرفتكم هذه الفكره هذه. كما كتشوفوا كتجي صحيحه وزوينه، وكذلك كنخدموها باي حاجه موجوده عندنا، يعني ماشي ضروري الكوير، المهم انها جايه مقاده. نتمنى نكون فدتكم بهذه الفكره هذه ديال الكرتون البيض. البوفه الثانيه اللي غادي نوريكم ان شاء الله غادي نوريها لكم بالخشب، هذا بالنسبه اللي ما غاديش يلقى هذا الكرتون ديال البيض هذا بالنسبه اللي ما غاديش يلقاو الكرتون ديال البيض. غادي نوريكم الطريقه باش تصاوبوهم بالخشب، يعني بطريقه مبسطه. نخليكم دابا ان شاء الله ونتلاقاو في مره اخرى وفي فيديو اخر. السلام عليكم.